ايه ويستافد خويا الان افي قطع له. قطع الله يدير اخوي الخير، قطع قطع اخوي لولا الطرف، قطع كينج والله. نزيد نشوفه السي دريس وصوب باخيرة، قال لك بغي يصوب باخيرة، باخيرة ما صوبتش حتى كوريا الشمالية. السلام عليكم الخوت، كي داير لاباس عليكم بخير؟ الله لا فطير الصباح مع تسعود، تسعود هادي الصباح. انا بغيت ندير هاد الفطور هذا، انا ما نعش تنفطر ونعس، نبقى سهران تنفطر ونعس. انا كنعس للثمانية، الثمانية ونص. الله عليك ريويصة، اللي مشى جابه هو اللي معلم، شي اللي مشى جاب كرواس هذاك الصباح هو اللي معلم، والحليب هذاك هو المعلم هذاك. سمحوا لي حيت تعطلت عليكم، اليوم غنديروا فيديو جديد. نصاوب قهوة كرواس باغي دابا. نهضروا على خمس توحدين وصلوا للقمة. أول واحد فيهم هو كلمة التوحد، كمل أخويا إدريس. هو ليو ميسي، رجع ميسي متوحد. رجع ميسي متوحد، رجعوا متوحد. رجع ميسي متوحد، رجع ميسي متوحد، رجع ميسي، ميسي وميسي، رجعوا متوحد. شاب من الشاب عاوتاني خير رجعوا ميسي، كاس العالم، تشامبيونز ليغ، العاب اولمبيات 2007 ولا مات 2008، كوبا ليبرتادوريس، كوبا غابانا، ما خلى ماده، احسن لاعب في العالم 8 مرات، رجعوا متوحد. وتش سير كمل اخويا ادريس، كمل ودرنا لاسوري، كمل كمل. طموح كيلعب برجلو كره في التيران، عنده بزاف ديال الالقاب، المعزه وحده منهم. واخا تشوفوا قزم العود اللي العود اللي تحقرو يعميك، عاش بتريكو بيض. ميسي قال عليه العود اللي تحقرو يعميك، قال على ميسي. والشورت كحل دابا ولا يلبس الكوستيم. قوس على ميسي. تزوج بأنطونينا لوكوزي في 2017، عنده ولادو كيقراو مزيان وكلهم جابوا الباك. باقي تما كيجيبوه الدراري، راه يلاه عندهم ربع سنين اصاحبي، ثلاث سنين. دريس هذا مزيان دريس، وقلتي على ليون، قلتي عليه حنا اصلا توحشناه في البارسا، وانت كتقول عليه متوحد اصاحبي. والله يديك دريس، ثبت شويه صح. التيشيرت ديال لونطريبه ديال الماتش فاش كانت في الدوزيام سيري، ثبت لينا دري، ثبتوا فوق فوق كذا، فوق يا راكي فوق اصلا. اللي ساكن فيها طواليتها كيسوا 100 ديال تيك توك. بسلامة بسلامة بسلامة، الله يرضي عليكم وليداتي. انا نسيتكم، انا اصلا نسيتكم، انا سيروا حتى شويه واجي سيروا اصلا. دابا انا غنلعب جي تي وغندير التليفون يتشارجا، وهاد المره قلبي في خطره، ما يحبسني لا عود لا موت، اصبر يما لي شارجو وجهو في اللي هو. الحمد لله حيت منك بزاف داكشي، علاش غادي نجاوب ونجيتي عليا نخليك في حلمة فيت. داش من سيخا كوتشي داسير، وهاد المرة قلبي في خطرة، ما يحبسني لا موت لا عوم، صبر يما ما كنقرا ما تابعني لا باك، ما عندي لا ضغوطات الكريدي الحلاوة. مستر كابوريا، كاب كاب كابوريا، مستر كابوريا. راه علاش علاش ضربت واحد السقف ما نعش واحد 3 ايام، 3 ايام ما نعستش، ضربت في السقف ولا كنت غنمشي نهز الكريدي، غنهز الطوموبيل، هزيت التيشر ديال الدار ومالين الدار تا مدير لي خاطري، كنت غنمشي نغرق كريدياتي يا زبي. بنادم في مونديال 2026 كيتسنى في مونديال، بغيت يتفرج في تيتاح، وانت كتسنى في راس الشهر، منين نجيبو 70000؟ لا خويا الله عطانا نعمه ديال الرجلين ونتمشاو وكذا، علاش دانا صاحبي تعدد من غرق كريدي. انا نعست فقت و يتبدل لي البروغرام، علاش كنقول لكم الدراري حاولوا تنعسوا ما تاخذوش شي قرار الا ولا كنتو ناعسين. راه النعاس لما كنتيش ناعس راه والله لا دير شي قلوه، بحال هذاك الدوسري هذاك اللي كيلعب مع قطر، كان صرح صباح ديال الماتش قال لي ما نعسش البارح، وانا نقول لي امك والله لا درتي شي حاجه وما دار والو. النعاس شي حاجه مهمه، فيما تبغي تاخذ شي قرار، شي لعيبه دوز الباك، شي حاجه نعس نعس. مليون مغربي يعني طوال ميسي يشري فيلا فيلا سفليه فيها السطح، احسن حي في المغرب. حركه ميسي الشهيره كحط يديهم فوق ودنيه. شافوا
شافو شي نهار في قهوه من الشرجم كان دايز وسمع بيت ومشى لقاه داير هاي صاحبو راه ديما كي عمرو ما دايره ميسي كي دايره نيمار تخيلوا معنا شحال ميسي كاين في الدرب طول ميسي 1.5 متر العمر 35 سنة ميسي كيبغي الهدوء كيتفرج في القطوط ما كيكمي ما كيشرب ثانيا اينشتاين معلومات بين سبور وما عطاوش هاد المعلومات على اللي يوص الراجل عاش حيته كاملة في البيت ديالو ما دارش فلوس حيته كاملة حالي انا في السطح هو في البيت وانا في السطح بحالي اينشتاين قاسم مشترك راه كان في السبورة حتى مات ما مجوش ما عنده باك ما عنده ولاد نقلبوا على شي واحد اخر ايرون ماسك عايشه بالمهدئات والله الا عايشه بالمهدئات واخا تشوفوا الدراري فلوس فلوس راه ماشي كلشي عاد تي غتموت يلاه تاخذ فيلا مشمشه يلاه الشمس داخله مع ربعة العشيه او العام الجاي غتعاود عاوتاني راه كاين ربعة العشيه فهمتي زعما ما كاينش ما هاد ايلون ماسك تاهو تلقى مسكين خاسر فلوسو على الدوايات والمساج سولوني انا مليونير مجوجج مرات عنده ولاد عايش سعيد سعيد ولد خالتي عندنا نفس الحلم غنمشيو للقمر انا بالمركبه الفضائيه وبالصاروخ ترى ترى دابا في قمر ادريس خليك معايا ادريس الله يرحمك الوالدين لما خليك الله يحفظك راك نعمه اقسم بالله راه اللي لقاك بحال اللي لقى بزطام الله يعطيني شي كسيده واعر تدريس صاحبي عنده متلازمه اسبرجل قالها في برنامج كوميدي وضحكوا عليه الله يسهل عليه يصوب شي صاروخ مزيان ما كيدعي مع ايرون ماسك كيقول لي الله يسهل عليه قال لي ميسي متوحد قال لك اينشتاين ما عندوش الباك والناس ميته اينشتاين ميت وكينزل عليه في هذا الكلام هذه الهضره الخاويه قال لك ايرون ماسك عنده متلازمات السيد راه قال اضحك هو صحابه بالصح كمل اخويا ودعا مع ايلون ماسك قال لي سي الله يسهل عليك على ايلون ماسك اغنى واحد في العالم دعا مع ادريس قال لي الله يسهل يعني انا غنصوب مركبه فضائيه تمشي بامان وتكون براسيرونس ديالها ما عرفتش واش تقبل في التامين ولا لا غنشوفو لك مع الشانقه ادريس سير تصاوبه سير تصاوبه سير ادريس تصاوبه واش تصاوبه نشوف مع الشانقه ندخلو مول التامين يسير اسير ندوك قول مو تالبلاك اسير اشوف ليا اشوف ليا شكين اش ماس ما تشيك سيارة تسلا والصاروخ وتصوب سيارة صاروخية اخيرا عندنا دريس العمال انا كنقرا في الجامعة في السنة لا لا بغيت نولي بحال دريس تخليوني في الجامعة اجازة وحصلت على حقا دريس فين تليفون تيتشارج باغي نصوني لي حقا راه باقي ما قلتش لي راه قبلوه في مدرسه الاخوين دويت مع خويا دري ديالهم الصغير انصوني لي دابا دويت مع الدري خوهم الصغير قال لك صافي قال لك يجي يقرا قال لك اش يبقى كيدير تما والله الا قال لي قال لك اش يبقى كيدير تما صافي يجي يقرا في مدرسه الاخوين يسر يسر قلت هاليه وجاوني مشاكل وكذا ورغم ذلك بقيت محافظ على التلاطات ديالي بقيت محافظ على بانني نلبي لي الدعوه هذه ونلبي لي النداء هذا ونعطيه يعيش هذا الحلم هذا هو ديال غيدخل يقرا في مدرسة الأخوين دريس ابتداء من شهر 9 تبدا لا ليغا الدوري الألماني بدا البطولات زعما شهر 9 غادي يمشي دريس مدرسة الأخوين دريس راه ما كاينش تما لا صورني راه الناس كتقرا راه الناس كتقرا راه كاينين أبناء ديال وزراء ديال دول إفريقية ديال مثلا موريتانيا ديال الكابون كتلقى دري كيقرا معاك مدرسة الأخوين هو باه راه شي حاجة في كابون ولا راه كاين وفود سياسية راه كاين روينة نقابلها في قرايتي ونقرا هذه هي النصيحه اللي نقول لك ادريس اما باش تعطيني شي ريال راه الاخوين قال لك لا قال لك صافي تجي تقرا قال لك اجي تقرا جي فابور راني جاي من طرف الياس قال لك اجي تقرا والله يسهل لك اخويا ادريس الله ييسر لك الامور سي الله ييسر لك امور ادريس شي قد ما تحديتي هذا المرض ديال التوحد اللي عاد المغرب كله قد ما تحديتيه الا وانت اخويا راك باغي توصل لهذا الهدف ديالك وحنا ارو كان كاين شي حاجه اليوم فهمتي مهم دعمناك دخلناك المدرسه سير الله يسهل عليك كنت باغي نخليها في مسابقه تنقول لك في مسرح بلدي هنا في مسرح عفيفي كنت باغي نعرض عليك تجي تبرك لتحت في اي بي ونطلعك ونقول لك قدام الناس ساعه صافي سير هيا دابا نقول لك سير الله يسهل لك ادريس وسلم لي على مهمتك والله ييسر لها الامور حتى هي مسكينه راه كيما مضحيه معاك وداك الشيء اللي يعمل الامه المغربيه ولو وصلت يا ادريس شي حاجه فاش تمشي فاش تصاوب ديك الفضاء ديالك ان شاء الله قول لي مام انا جبت لك
جائزه غينيس ولا شي جائزه صافح واحد الفيديو في تيك توك الله يستر لك ادريس الدراري صفقوا على ادريس الرجال 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 صفقوا على ادريس الدراري صفقوا على ادريس الباكالوريا ب 12.40 والان انا ان شاء الله ناوي ناخذ الماستر والدكتوره ايرون ماسك 12.40 راه ديال الميريكان ماشي ديال المغرب وناوي ان شاء الله ندير موضوع ديال الدكتوره ديالي هو الموضوع ديالي هو على نازا هو المركبه الفضائيه ونهضر على المركبه الفضائيه ونهضر على عاوتاني كيفاش عاوتاني كتصنع كيفاش عاوتاني كتصنع المركبه الفضائيه حيت انا عندي مع الرياضيات عندي مع الرياضيات وعندي مع الفيزيك وعندي مع الماط والفيزيك وعندي مع العلوم وعندي مع العلاقه حاجه اللي عند دريس ما مزياناش في الدراسه ديالو غنقولها لي قدام الام ديالو انا راه ماشي زعما غنكذب قدام الام ديالو غنقولها لي دريس كيعرف يدير بزاف د الحوايج في الدراسه ولكن اصعب حاجه عنده هي كيفاش يجبد المواضيع فهمتي اش بغيت نقول لكم جذب او جبد المواضيع هو اللي عنده انا كما كنت تابع ادريس راه كنت تابع باقي انا راه شفت واحد الدري هاد الدريس هذا باغي يقرا ولكن عنده مشكل هو ديال كيفاش كيجبد المواضيع هادي اللي عنده فيها مشكل ماشي الاخر الله يسر ليه الامور وغندوي معاه هاد القضيه علاقات الرياضيات الفيزيك وانا ان شاء الله ناوي نولي رائد فضاء ونصنع المركبه الفضائيه رائد صاحب مورفين يا واخيرا نختموها تلاقاو في الفيديو الجاي يلا بسلام عليكم نحبك يا فنان ما ديش يلعب حمزه هذيك في الماس مع رشيد طاوس اش كيدير هنا المراني هذا فينال الاتحاد الافريقي وخاسرين بواحد ضد النجم نادي افريقي ماشي النجم الساحلي المراني النادي الافريقي انا عاقل ضد النادي الافريقي في تونس ماشي المراني ضد النادي الافريقي خسرتو تما بواحد وجيتو هنايا جاي خصنا نكون وربحتو بواحد ومشيتو للبيلانتيات وربحتو كاف بلوس هجوميا لا 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 اضافه هجوميه خصها تكون وحمزه هو اللي عندنا اضافه هجوميه غدخل هالاند ترى مرزوق ولكن في ذاك الوقت راه ديال ذاك الوقت من لي زاتاكو ياك عارف كيبوجي بزاف تبارك الله ما شاء الله تعطي باس لونغ واش كتلقاها في اللعب ديال النفيسات اللي كانوا كيلعبوا فهمتي في اللعب النفيسات هذاك مرزوق النفس ديال القديمه اللي ما بقاتش صلحوا لك تحياتي اخويا المراني الله يحفظك كان فان دايك في واحد الوقت الله يعطيني شي كثيره كان هذه الكره